Yeah. طبعا انا بديت الفيديو من غير كلام، فسلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهارده عندهم ديبو بنتفرج على دباديب بالكريسماس، فحبيت اصورها لكم. يا رب بس الفيديو بتاعي يعجبكم.
ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وقولوا لي رايكم فيه، واحسن واحد من احسن واحد ايه هو. عفوا، هو فيه كتير بس الصراحه فيه بيشتغل وفي مش عاوز يشتغل، فانا اوريكم اللي هو شغال، هشغلهم لكم دلوقتي كلهم لو قدرت، وبعدين قولوا لي بقى انهي الاحلى. ده حاجات الكريسماس، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الكريسماس لاخواتنا المسيحيين ان كانوا في امريكا ولا في مصر ولا في اي مكان، عيد سعيد عليهم ان شاء الله. هوريكم بقية الدباديب محطوطة فين اللي انا معرفتش اشغلهم اهم. في زي دي الشجرة، بس انا الصراحة ما عرفتش الشجرة هي اللي ما كانتش عاوزة تولع. عجيبة اهي. وادي الباقي من فوق خالص، وادي البوكس اللي بيحطوا فيه الصناديق الهدايا، هوريكم الناحية التانية. بقيت حاجات الكريسماس اهي، ده سانتا كلاس، هو بيتكلم بس صوته واطي. ودي غزالة، ودي مش عارفة حمار ولا ايه هو ده. ادي الصناديق البكسات اهي. ودي شجر. اقول لكم ان شاء الله الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى تقولوا لي في الكومنت حلو ولا لا، وقولوا لي رايكم قولوا لي رايكم فيه، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.